جود مورنينج لكل المشاهدين. النهار الجمعة آخر نهار ورك اوت بالأسبوع، أكيد بنكون صرنا شوي تعبانين نظرا لكل اللي واجهناه خلال الأسبوع من أشياء منيحة ومن أشياء بركي عملت لنا ستريس. لازم بعد مرة واحدة اليوم نقدر نتمرن سوا، نتشارك بالحلقة ونجرب نكون قد ما فينا عم ننفذ الحركات الرياضية بطريقة صحيحة كرمال نكون عم نستفيد 100%. كل مواضيعنا المنعالجة بورك اوت مهمة، ولكن اليوم موضوع أنا دائما عنده أنا بولي اهتمام كتير خاص، لأنه رح أحكي اليوم عن عضلات الشولدرز بأقسامه الثلاثة. ليش دائما بولي أنا اهتمام لعضلات الشولدرز؟ لأنه هيدي المنطقة وخاصة شولدرز كومبلكس هي من أكثر محلات بجسم عندها موبيليتي. لما يكون هالموبيليتي موجودة بهيك محل من الجسم أكيد بنكون نحن دائما معرضين للإصابة، خاصة لما ما نفهم نحن شو ممكن ينتج عن الممارس الخاطئ للرياضة بهالمنطقة. لكن اليوم بدي أحكي كتير عن روتيتر كاف. روتيتر كاف بالعضلة ذو الأربع رؤوس إذا بدكم، أو ذو الأربع عضلات صغيرة، هي شغلتها الروتيتر كاف إنه تثبت القسم الأعلى من الزند أو من الإيد إذا بدكم عظمة الرفش. خلينا نقولها باللغة العربية نحن كش نعرفها عظمة الرفش، هي بتثبت الكتف. ليش بنشوف أوقات ناس بفك الكتف تبعهم؟ يا بكون صار عندهم مشكلة بهالعضلة بالذات، صار في إلونجيشن بهالعضلة ناتج عن تروما، عن انفنجمنت، عن تندنايتس، عن عدة إشياء ممكن تسبب هاي الشغلة. إنه نفهم إنه لما يكون عنا وجع بمنطقة الكتف ممكن يكون كتير إشياء، مشان هيك استشارة الطبيب هون ليحدد شو بنا كتير مهمة لحتكون الإصابة كيف تتعالج كمان إلى طريقتها معينة. وبعدين بنرجع منبلش تدريب ومنبلش بالروتيتر كاف لنرجع نخلي الكتف ثابت بمحله وبنشتغل بعدين على العضلات. فمن الخاطئ إنه لما يكون عنا أوجاع بعضلات الشولدرز ما نعطي الموضوع أهمية كبيرة ونعمل إجنورنس لهالشغل ونكمل تمريننا عادي، لأنه الإصابة رح تزيد، رح نوصل لمحل بركي يكون بدنا سورجري وبدنا أشياء أكبر كرمال نرجع نرجع الوضع مثل ما هو. لكن روتيتر كاف عندها عدة أقسام صغار بالعضلات: انفراسبيناتس، سوبراسبيناتس، سبسكابولاريس، وتيرس ماينر. أكيد أسامي كتير صعبة، حتى أنا أوقات برجع بفتش عليهم لأرجع أعرف كيف بنلفظه مظبوط، ولكن لازم تعرفوا أهمية عضلة الروتيتر كاف الموجودة بالميلة الورانية من القسم الوراني من عضلة الكتف، من عضلات الكتف، كرمال تفهموا كيف نقدر ندربه. رح بلش أنا، وأكيد هيدي الحلقة سألتني عنها وليد طعمة عن الروتيتر كاف. خليني أنا سيتد بلش اشتغل الأشياء الممكن تساعدني أنا أقوي روتيتر كاف بعد الإصابة وبعد العلاج من الإصابة. internal movement، internal rotation عم بعملها أنا بدبل ريزيستنس، في كمان غير 4 5. أكيد لازم كوعي يدلوا على جسمي من هون، وإذا حاسس إنه الكوع عم بيبعد بحط جريدة أو بحط كتاب وبشد عليه تأتأكد إنه الكوع عم بكون بمحله. 4 مرات كمان 2 3 4. هيدي internal rotation. فيما يتعلق بشيء اسمه external rotation رح روح على إذا بدك one layer لفرجيك كيف نعملها double resistance one layer، ومن هون صرنا عم نشتغل على external rotation. 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. أكيد فينا أعملها أنا واقف لح أبرم لتاني إيد، نفس الإيد هلأ لحط دبل ريزيستنس واشتغل على internal rotation، ولكن بالإيد التاني. يعني بكون عملت internal بهالإيد، external بهالإيد، رجعت عكستهم internal بهالإيد و external بهالإيد، عم بشتغل على rubber band. rubber bands من أهمها اكسسوارز فيه اشتغل فيهم. 4 5 6 7 8 9 10 تومور 1 and 2. اوكي برجع وحده 1 لاير، صرت هون اكسترنال روتيشن، ودائما قد ما فيه فرجيتك الحركه سيتد وفرجيتك اياها بستاندينج بوزيشن. 4 5 6 7 8 9 10 1 and 2 and 2. اكسلنت. كمان كثير من الحركات في اديها بالدمبل، ما لازم نخاف من الاوزان الثقيله خاصه اذا ما عندنا اي نوع من الاصابه، ولكن نعرف انه الاصابه بتكون كثير وارده لما نكون عم نشتغل باوزان ثقيله.
وبطريقه غير صحيحه، ببوستشر مش صحيح وباكزكيوشن مش مظبوطه. عاده روح تيتر كاف وليد نحن بنشوفها مع كثير الناس اللي بكون عندهم كثير اكتيفيتيز اوفر هيد، يعني بيعملوا ريبيتيتيف اكتيفيتيز اوفر هيد. لعيبه البيسبول اللي بيرموا الطابه دائما بكون عندهم دائما المشكله بالروتيتر كاف، لانه بتكون الطابه عم بيعملوا فيري انتنسيف وفيري اكسبلوزيف موفمنت، والحركه دائما بتكون اوفر هيد. مشان هيك في انواع معينه من التمارين فينا نعملها كرمال نكون عم نتخلص من هالمشكله. وعلى عكس ما بيفكروا الناس، بيفكروا لما يكون عندنا روتيتر كاف بروبلم لازم نشتغل على عضلات الشولدرز، هن عضلات الشولدرز لازم اكيد يكونوا قويه، ولكن تو افويد انه يكون عندنا اي نوع من روتيتر كاف لازم نشتغل على البايسبس على الترايسبس، لانه ما تنسوا الروتيتر كاف هو اللي بتهدي اعلى الزند ب اذا بدكم شولدر بليد من وراء. مشان هيك لازم ترايسبس بايسبس لازم يكون في اكيد ترابيزس عم نشتغل عليه بطريقه منيحه، العضلات العليا من الظهر رومبويدز والترس كمان لازم نكون عم نشتغل عليهم كرمال ما يكون فيها المشكله. لاتر الريز اذا بدي احكي عن روتيتر كاف بركي بدلني لبكره، وحتى اذا بدي احكي عن شولدرز فيري اجريسيف اريا، لما تحسوا وجع بهالمنطقة it could be anything tendons, ligaments, muscles, nerves. مشان هيك ما نجرب نفوت بشيء اسمه assumptions تحليلات. دائما لما يكون عندنا هالإصابة في عدة طرق لنعرف إذا كان على مستوى البونز أو العظم في عندنا شيء اسمه CT scan، إذا على مستوى ligaments أو tendons في عندنا شيء اسمه MRI، في كتير إشياء ننزل لازم نعملها ولكن أكيد بعد استشارة الطبيب. خليني من هون single front raise, single front raise, double double front raise. كمان single front raise, single front raise, double double front raise. More and more, single, single, double double. One more, let's do it. أنا وياكم single, single. دبل دبل. انا قبل ما فرجي كمان حركه للشولدرز قبل ما يدهمني الوقت بدي فرجي وليد حركه ستريتشنج على الارض للروتيتر كاف، لانه بعرف انت بلشت تشتغل على الروتيتر كاف عندك هاو يو ستريتش ات، اسمها سليبر ستريتش. في عده ستريتشنج بس هيدي اللي حتناسبك من ورا شو خبرتني حسب وضعك بالايميل، ورح فرجيك الحركه هلا اسمها سليبر ستريتش. تتمدد هون بتعلي ايدك بهالطريقه بتنزلها لتحت لتجرب تدق بالارض، المعدة أكيد دائما مشدودة، ترجع بتعلي لفوق وبتكمش إيدك وتجنتلي بتنزل لتحت وما تقطع عتبة الوجع. يعني إذا الرينج أوف موشن تبعك بيوقف هون شد عليه شوي صغيرة لتحس بأول عتبة الوجع، وقف هون خد نفس وعد. ممكن يكون رينج أكبر تقدر تنزل أكثر. كرر الموضوع لحديد 4 مرات بين 10 و20 ثانية. اكيد الكوع اساس لازم يكون دلو دقيق بالارض. سويتش لتاني ميل كمان بتاديها بالايدتين. هيدي طريقه كثير منيحه من الا سليبر ستريتش كرمال تقدر تعمل ستريتشنج لهالعضله، لانه كثير عضله صعبه نقدر نعمل لها ستريتشنج. خليني نروح على كمان شولدرز 90 ديجري انجل، بجمع ايدي لهون 2 3 4 5، المعدة دايما مشدودة، 6 7 8 9 10. 5 more 1. ما بشد برقبتي، الرقبة دايما لوس اكيد chin up. المعدة عم تاخد كتير قدر كبير من الشغل. 2 more. اوكي بيرفكت، على رواق باخذ نفس عميق. وما في لما اكون عم بشتغل على الشولدرز ما اشتغل على شيء اسمه اوفر هيد بريس فيري كلاسيكال. في اعملها سيتد وفي اعملها ستاندينج. رح اعملها سيتد، المعده دائما مشدوده من هون اب اند داون. 1 2. مسيطر دائما على الحركه، انا ما بخلي الوزن او الحركه تسيطر علي. 3 4 5
ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. بيرفكت. دمبلز على جنب. برجع للرابر باند لأنه برجع بقلكم رابر باند أكسسري كتير مهمة لكل العضلات نسبة للفرايتي. رح فرجيكم الحركة قبل ما انتقل دغري لبريك. رح فرجيكم الحركة وانتم بتأدوها 10 مرات. اسمها فيس بول. بعلق ايدي لهون كواعي على مستوى كتافي وبأديها 10 مرات. بكون قد ما في اليوم يا وليد اعطيتك شويه تيبس عن كيف تعمل ستريتشن، كيف تقوي الروتيتر كاف، لانه بهالمرحله اثنيناتهم مهمين. مشاهدينا انا وياكم فينا دائما نعمل فرق، بس اليوم عملت واجبه معكم، صرركم تعملوا واجبكم مع حالكم. جت فت ستي فت.